السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، على خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله هنتكلم مع بعض عن خرفان التسمين لعيد الأضحى بفضل الله، وهنبدأ مع بعض بإذن الله من داخل المزرعة البيتي دورة تسمين الخروفين دول زي كل سنة. كل سنة وحضراتكم طيبين. مبدئيا بإذن الله أي حد عنده خرفان أو لسه هيبدأ ريت يتابعنا، عشان هننزل بإذن الله الفترة الجاية أو الأيام الجاية عن خلطة التسمين، إزاي هنبدأ معاهم، إزاي نقدر إن احنا نحول خلال الفترة البسيطة ديت أكبر كمية تحويل على قد ما نقدر، عشان ربنا يكرمنا والخروف يرمي معانا لحمة كويسة. طبعا ما شاء الله كان في ناس السنين اللي فاتت وبالأخص السنة اللي فاتت كانت متابعاني، وما شاء الله طلعوا خرفان محترمة وخلاص، يعني ما شاء الله عليهم بقوا أفضل مني ومن ناس كتير. فخليكم تابعيننا ان شاء الله، والفترة الجاية بإذن الله هنعمل خلطة العلف مع بعض، وهنقول النسب بتاعتها ازاي، ونأكل الخروف قد ايه. ومبدئيا عشان تجيب خروف يلحق معاك العيد، احنا خلاص احنا يعتبر في شهر 3 اهوت، في نص 3، ناقص نص 3 يعني 15 يوم، وناقص شهر 4 و5 و6 يعني 3 شهور ونص. فالخروف اللي يلحق معاك العيد بأوزان مش عالية قوي، وكده كده أصلا يعني الأسعار غالية اليومين دول، فأنت تبدأ بخروف ما يقلش عن 5 شهور، 5 6 شهور فيما فوق، يعني من أول 5 شهور، 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور كده. 9 شهور طبعا هيجيب معاك أوزان ما شاء الله كويسة، لكن الحاجة اللي هي البسيطة على قد الناس من أول 5 شهور ل6 شهور. ده بالنسبة للخرفان الأنية. طبعا لازم تكون خرفان متحصنة، خرفان كويسة يا جماعة، خرفان نشيطة، خروف جيد للتسمين. زي احنا ما نرجع بقى بالفيديوهات التعليمية القديمة بتاعت قناة المزرعة البيتي، وكنا بنسميه خروف جيد للتسمين. خروف جيد للتسمين يعني خروف شبعان لبن، خروف محترم، خروف مرسوم، خروف نشيط، كل الكلام دوت. طبعا هنتكلم في حاجات كتير جدا في الفيديوهات التعليمية تاني، عشان في ناس كتير قوي بدأت دورة التسمين، وفي ناس بتسمن وترجع تقولك التحويل معايا وحش، الخروف ما حولش معايا، الخروف ما لمش لحمة كويسة، او مش اللي كان في دماغه او كان في باله. فكل الكلام ده ان شاء الله في الفيديوهات التعليمية الجاية، يعني خلاص خلال كام يوم كده نبدأ فيها ان شاء الله، ونعمل تدريجة العلف بتاعتنا. بروتين 18%، وهنقول هنشتغل منه قد ايه، وازاي بعد كده هنرفع الطاقة ونقلل نسبة البروتين، كل الكلام ده مع بعض. وهنتكلم كمان ازاي ان انا ما هدرش العلف بتاعي، عشان في ناس بتهدر العلف بطريقة غير طبيعية ويرجع يقول الخروف كل العلف وما حولش معايا. كل الكلام اللي هنتكلم فيه، فاللي مشتركش في القناة يعمل الاشتراك في القناة ويفعل زر الجرس، عشان ما يفوتكش الفيديوهات التعليمية الجاية ان شاء الله. كان معاكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، وانتظروني بأقوى الفيديوهات التعليمية قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.